السلام عليكم. خلينا مع اخر اخبار النادي الافريقي. وقت اللي نقولوا اخر اخبار النادي الافريقي من نجمو كان نحكيوا على اللطخه الاخيره او اللطخه الكبرى. سوسيوس النادي الافريقي في اول نهار ليها اللطخه يعلن على مبلغ قيمته 40,000 دينار. البارحه المبلغ وصل ل 65,000 دينار، اي بزياده قيمتها 25,000 دينار. ولهنا كان يدل المبلغ على شيء، يدل انه اداره النادي الافريقي ما يلزمش تعول على جماهير النادي الافريقي كعنصر رئيسي. جماهير النادي الافريقي راهي باش تعاول لاكثر لا اقل. ومن هنا ل 30 جوان بطبيعه لو النادي الافريقي تاهل المسابقه افريقيه، قد ايه باش يوصل جمهور النادي الافريقي في اللطخ؟ 500 600 700 ماكس. هذا نحكيه على 700,000 دينار، ولو انه صعيب لو الجماهير نتاع بال 50,000 وال 100,000 باش يوصلوا المبلغ قيمته 700 و 800,000 دينار. وهنا بطبيعه ما هوش تنقيص في قيمه جماهير النادي الافريقي المتواجده باعداد غفيره في كامل تراب الجمهوريه. اما حسيت اداره النادي الافريقي، يا جمهور النادي الافريقي راهو يلزمنا 6 مليارات ونص، ايش تحبوا يعمل لك جمهور النادي الافريقي؟ راك تحكي على جماهير موجودين في تونس زويولة، ماكش تحكي على جماهير بروسيا دورتموند في المانيا، ولا تحكي على جمهور مانشستر يونايتد في انجلترا. سيتوه ما سيتوه للي بقبق سيء، يعني نحكيوا على لطخة اولى وثانيه وثالثه ورابعه ومليار في النهار. ش مازلت تنتظر من جمهور النادي الافريقي؟ اقسم بالله ممكن لو كان ثم جمهور اخر وعمل لطخة أولى وثانية وثالثة وتجيه تقول له ثم لطخة أخيرة، أقسم بالله لا يخزن لك من نصله. لكن جمهور النادي الإفريقي مدام مازال مركز على الموضوع، الدليل على قيمة الجمهور اللي تنجم تقول عليها الجمهور واقف مع جمعيته بالفم والملاء. إدارة النادي الإفريقي لو صراحة تحبوا تشاركوا في مسابقة إفريقية، نعود نقولوها، جماهير النادي الإفريقي عمركم لا تحسبوها عنصر رئيسي، راهو باش يعاون لاكثر لاقل. نرجعوا لسمير السليمي اللاعب السابق للفريق اللي حكى على وضعيه النادي الافريقي في موزايكا فام، حكى على او في اي فام، حكى على ديون النادي الافريقي و6 مليارات ونص. نسمو مع بعض. على مستوى المشاركات الافريقيه عمناو اللي تنافسوا النادي الافريقي والليطوال على كاس الكاف، على كاس الكاف ترشحت النادي الافريقي ففرحه عظمى كبيره، والنجم الرياضي تاعه لي اسف كبير انه ما شاركش في الكاف. النادي الافريقي في جوان اللي فات دفع قريب 4 مليون دينار باش يشارك في الكاف، لعب ماتش وخرج. هيا سيدي النادي الافريقي خلص الديون نتاعو، خلص الديون نتاعو ويعلم ربي خلصهم بالسيف، وترشح للشامبيونز ليج. عنده اموال اخرى باش ينتدب، عنده امكانيات ماليه باش ينتدب. تمو هذا هو سؤال، يعني انت تعتبر انه مشاركه النادي الافريقي في اي مسابقه افريقيه كسوا تشامبيونز ليج كسوا كاف ماهيش ياسر اولويه قصوى بالنظر اللي كنا نسمعوا فيه؟ انا كمحب للنادي الافريقي نتمنى النادي الافريقي كل عام يشارك في الشامبيونز ليج وكل عام ينافس على الشامبيونز ليج، ولكن الوضع الحالي نتاع النادي الافريقي هل يسمح له باه يا سيدي فنيا هل يسمح له بالفريق هذا انه ينافس؟ هل عنده المقدرة المالية أنه يرفع الانتدابات ثم ينتدب ثم يكون فريق ثم ينافس؟ هذا هو اللي يلزم جمهور النادي الافريقي يفهمه. فما بعض يعني لهناك نسمعوا كلام سمير السليمي صحيحة 100%، لكن ثم جانب ما فهمتش أنا شنية حب يوصل بالضبط سمير السليمي. إدارة النادي الافريقي قال لك عدنا مبلغ قيمته 6 مليارات ونص باش نشاركوا في مسابقة إفريقية. راهو 6 مليارات ونص النادي الإفريقي يلزم يخلصهم باش المنع الانتداب يترفع عليه، يعني يشارك في مسابقة إفريقية ولا ما يشاركش، يعني فرصة شخصيا عكس اللي قاعد يحكي فيها سمير السليمي. شخصيا راه لو النادي الإفريقي خلص الديون نتاعه ويشارك في مسابقة إفريقية رابطة الأبطال أو كأس الكاف ومش مشكل حتى يخرج قبل دوري المجموعات، المهم أنه خلص الديون نتاعه أفضل من اللي ميشاركش في مسابقة إفريقية ومازال ما ترفعش عليه منع الانتداب لأنه ما خلصش الديون. المشاركة الإفريقية راهي فرصة
فرصة إيجابية بالطبيعة للنادي الإفريقي. روى مش الهدف من المشاركة إنه النادي الإفريقي يوصل لبعيد، لكن الهدف الأول من المشاركة إنه الجماهير على سبيل المثال وقت اللي يفكر لك في مسابقة إفريقية وربيطة الأبطال كان باش يدفع 10 يدفع 20، الملاعبي اللي كان باش يسلم فيها 20 يولي يسلم في 40، 10 مسؤولين كانوا باش يدعموا النادي الإفريقي يسمع لك مشاركة إفريقية يولي يجيك 20 و30 و40 محب إصحاح يدعموا النادي الإفريقي. هذا هو المغزى الأول والهدف الأول من مشاركة النادي الإفريقي في مسابقة إفريقية. جيوا حاليا الأهم أخبار أو الأخبار الرئيسي في الحلقة، شكون أبرز لاعب من جانب النادي الإفريقي الموسم الحالي؟ ما يختلفوش زوز على حمدي العبيدي، قاعد يقدم في مستوى كبير، أفضل مهاجم الفترة الحالية في البطولة التونسية. آخر الأخبار تحكي على بعض الأندية، منهم أندية أو فريق في الدوري البرتغالي واللي لم يعلن عن اسمه على حسب الأخبار، ثم مفاوضات بينه وبين حمدي العبيدي. شخصيا مانيش ضد حمدي العبيدي يحترف في أوروبا في عمر صغير لأنه مستواه باش يزيد يتحسن أكثر، لكن موسم واحد يقدم حمدي العبيدي ممتاز يندرى خوله باش ينتقل لفريق أوروبي محترم وينجح. أول شيء يزمه أقل قليل يقدم زوز مواسم محترمين باش يكتسب الخبرة الكبيرة اللي تخوله باش ينجح في أوروبا. هذه نقطة. نقطة أخرى، يقدم موسم محترم يندرى شنو المبالغ اللي باش يقدمها للنادي الإفريقي باش يسيبه. حمدي العبيدي مش كيما يقدم موسم محترم كيف يكونفيرمي الموسم المقبل ويقدم موسم أفضل من الموسم الحالي، هكا باش يستفاد منه النادي الإفريقي وقت اللي يبيعه في أوروبا، وكيف كيف اللاعب يستفاد منه المنتخب التونسي بما أنه حاليا نقطة ضعف المنتخب تتمثل في خط الهجوم. مؤخرا كي نقوله مؤخرا نحكيه على اليوم، صحيفة الوفد المصرية تقول أنه فريق الزمالك المصري ادخل كيف كيف على الخط من أجل خدمات حمدي العبيدي. خلينا ساعة مع بعضنا نقرأ المقال وشني يقول بالضبط. يقول في سرية تامة يجري مسؤولي نادي الزمالك مفاوضات مكثفة للتعاقد مع نجم تونسي لامع في الدوري التونسي الممتاز لهذا الموسم لضمه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم صفوف الزمالك. وأكدت التقارير الواردة إلى الزمالك امتلاك حمدي العبيدي مهارات فردية كبيرة وقدرة على اللعب في مركز الجناح الأيسر ورأس الحربة الصريح واقترابه من مستوى النجم المغربي الكبير أشرف بن شرقي. وعرضت إدارة الزمالك على خوان كارلوس المدير الفني تسجيلات تخص حمدي العبيدي لتحديد مدى حاجته للتعاقد مع اللاعب التونسي وهداف الإفريقي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. اللي يوقف لي مخي في الموضوع كي تسمع المقال عبارة نحكيه على فريق ليون الفرنسي، عبارة نحكيه على فريق إشبيليا الإسباني، وستهام الإنجليزي، لازيو الإيطالي. قال لك وصلنا تسجيلات الأخوان كارلوس المدير الفني للفريق باش يشوف يندرى عجبه حمدي العبيدي ولا كان عجبه يعني خليه نشوفه معاه الملاعبين برا، حتى كان عجبكم وحشكم به إدارة النادي الإفريقي واللاعب ما حشتوش بكم. النادي الإفريقي في حاجته باش يكون فريق المسابقة إفريقية، وقت اللي باش ينتقل الفريق عنده خويا أوروبا ما يزمش يسيله كيف صار المحمد الضاوي كريسو مع فريق الأهلي المصري. نعرفه بكلنا أبرز بشكل كبير مع فريق الأهلي في الأخر، نعرفه شنية صار المحمد الضاوي مع الأهلي، عبارة اللاعب انتقل الريال مدريد. كيف حمدي العبيدي المنتخب التونسي في حاجة ليه، النادي الإفريقي كيف في حاجة ليه، هداف بأتم معنى الكلمة يمشي للزمالك باش تحرقوه حتى لو ما حرقتوش في الزمالك. شنو الإضافة اللي باش يقدمها فريق الزمالك المصري الحمدي العبيدي؟ لذا حمدي العبيدي مكانه الموسم المقبل النادي الإفريقي وقت اللي باش ينتقل الأوروبا لا للدوري المصري ولا كيف الدوريات الخليج. حلقتنا اليوم وفات كالعادة البياري متبقى كبش يقولكم تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، وسلام.